نروح لمداخلة مهمة جدا مع دكتور عبد اللطيف صبحي أستاذ التشريعات الرياضية، ونتكلم معاه بخصوص موضوع الهبوط وعودة بعض الهابطين لبطولة الدوري وعدد كل هذه الأمور، يعني عدد الأندية اللي حد شيء. ده شيء مهم. يا دكتور مساء الخير على حضرتك. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي للاستاذ محمد الكوفي. اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك. يعني تعليق حضرتك على كل الامور والاحاديث اللي خرجت امبارح بخصوص موضوع عوده الهابطين للدوري الممتاز بعد استنادهم لبعض الاسانيد اللي ممكن كانت بتؤدي لعدم تكافؤ الفرص على مدار المسابقه، على مدار طبعا الموسم المنقضي بتحديد في بطوله الدوري. في الحقيقه طبعا يعني احب ان انا اوضح بشكل الشق الاساسي هو الشق القانوني البحثي، اللي كثير من الناس ما يعرفوش ان مركز تسويه التحكيم ليه شقين، شق مستعجل وشق موضوعي. تمام. الشق المستعجل ده اللي اتخذ فيه القرار امبارح، ده قرار غير نافذ الا لما الشق الموضوعي يتم اتخاذ القرار فيه. تمام. بالتالي ان الانديه لا تم البتروجيت ونجوم المستقبل والداخليه هم مش هينزلوا مسابقه الدوري الا بعد النظر في الشق الموضوعي. والشق الموضوعي شق كبير جدا عشان يتخذ فيه قرار، وعشان تطلع الصيغه التنفيذيه بتاعته محتاجه باقل من سنه. هيكون الدوري جديد. هيكون الدوري الجديد ده قرب يخلص. القرار من الناحيه القانونيه، النص الماده 70 من قانون الرياضه هي عائق كبير جدا، اللي هي مرتبطه بمركز تسوي التحكيم، عائق كبير جدا قدام كل الانديه اللي عندها احكام في مركز تسوي التحكيم، ان عشان تجيب الصيغه التنفيذيه بتاعت الحكم بتاخد اجراءات تقاضي محاكم القضاء المدني كبير جدا، فهيبقى هناك عائق كبير جدا ان الصيغه التنفيذيه تيجي. فبالتالي ان حكم التسويه والتحكيم بشكل مستعجل للانديه اللي تم اللي هي خدت الانديه الهبوط، هيبقى هناك استحاله في تنفيذه غير في غضون اقل من سنه كامله، هيكون الدوري كمان ممكن 2020 2021 دخل فيه. فهناك استحاله في التنفيذ في الشكل الاول. في الشكل الثاني اتفضل. لجنه المسابقات في الاتحاد المصري لكره القدم هي المنوطه باداره المسابقه، مسابقه الدوري اكيد الاول المحترفين. فبالتالي اي قرارات بتتخذها فهناك موقف بالنية من الانديه، واولها الانديه الثلاثه لعبوا في المسابقه لحتى اخر دقيقه. فعلا. حتى ما تم الترتيب من الاول للاخير. فبالتالي لجنه المسابقات حتى لو كانت اتخذت قرارات في وسط المسابقه بطريقه ممكن يعمل فيها مشكله، ولكن هناك موافقه ضمنيه من جميع الانديه على هذه الشروط اللي ترتب فيها الانديه من الاول في المركز الاخير، فبالتالي المسابقه تمت من بدايه النهايه حتى تم تشكيل الانديه. يبقى الشق الاول ان هناك استحاله في التنفيذ، الشق الثاني ان هناك موافقه ضمنيه من الانديه جميعا انديه الدوري الممتاز على شروط المسابقه اللي انتهت بترتيب الانديه من المركز الاول للاخير. يعني الموضوع صعب جدا، يعني زي ما حضرتك بتقول طبقا كمان للماده 70 في قانون الرياضه وكل هذه الامور، الموضوع صعب ان يحدث اصلا، وعباره عن دوشه كده بمعنى الدارج يعني حصلت. الموضوع طبعا من حيث القانون زي ما قلت لحضرتك، ان عشان خاطر طبعا الاتحاد الكوره يتخذ شق الموضوع ويختار محكم، والانديه تختار محكم ويحصل ترجيح. لو قدام كمان ايه الاتحاد عشان يدعم قدامه 60 يوم للطعن، فالاتحاد هيدعم في اليوم ال 59 عقبال ما يختاروا كمان محكمين، هتاخد شهر كمان. ادي بنتكلم ثلاث شهور ده مبدئيا، هيكون مر بالمسابقه ثلاث شهور مبدئيا، وكون الدوري بدا في الفرق اللي هي الحاليه وليس الفرق اللي يعني مش هيكون من غير بتروجيت، وهيكون بالظبط الثلاث انديه. عقبال ما ياخد اذا كمان الحكم اتحكم للانديه كمان بالرجوع تاني للدوري الممتاز، هيكون في استحاله في التنفيذ، احنا كده ضيعنا ثلاث شهور من مسابقه الدوري. بالظبط. عقبال ما يجيب الصيغه التنفيذيه هيكون عدى اكثر من ست سبع شهور، فقصه منتهيه. وانا بقول لحضرتك قصه منتهيه، وان الدوري هيبدا من بدون الثلاث فرق ديت، وترتيب الدوري سليم عشان بيقال طبعا ان الفريق الفائز في المركز الاول هو النادي الاهلي كمان مش هيفوز، بقى الكلام ده مش مظبوط. واللي هيتم زي ما بقول لحضرتك ان اللي هيتم ان الدوري هيبدا بدون الانديه ديت، واحنا من عندك بقى بناش السيد وزير الرياضه ومجلس النواب بتعديل قانون الرياضه بما يسمح بتنفيذ احكام مركز التسويه والتحكيم. بما يسمح بتنفيذ احكام مركز التسويه والتحكيم؟ ان احكام مركز التسويه والتحكيم غير قابله للتطبيق عشان نص الماده 70 بتقول ان اللي بيحط الصيغه التنفيذيه مش المركز، القضاء العادي. فالواحد لما بياخد حكم مركز التسويه والتحكيم ويطلع على القضاء العادي بياخد سنه او سنتين عقبال ما يجي
الصيغه التنفيذيه بتاعت الحكم. احنا عايزين مركز تسوي التحكيم ده، يعني احنا قانون الرياضه معطل. طيب يا دكتور، يا دكتور لو تم اتخاذ القرار حتى لو الموسم الجديد خلص بعوده الفرق دي، هيبقى الوضع ايه ساعتها؟ انت الوضع ساعتها بقى مش هيكون اقصى حاجه للفرق دي هيتعمل لها غرامه ماليه، ممكن المحكمه يدفع قضيه ثاني اللي عمل غرامه ماليه، استحاله يرجع الدوري تاني. استحاله. تمام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عبد اللطيف صبحي استاذ التشريعات الرياضيه.